الله المنظر يعبر عن الخاطرة خالد سيد وسيد هاشم الرفاعي. الله بالقرآن يقول هو في السماء رزقكم وما توعدون. الناس هالأيام كلها تحاتي الرزق. يا رب يا رب هذه مزهرية من الخالق. الله بعد شوية تغرب الشمس خلاص تذهب. الله بالقرآن يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوالد في كتابه أدلة أهل السنة والجماعة قال هو يغرب الشمس وانتو هذا الكون نوروه بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بسعارهم يستغفرون. السادة الصوفية ليلهم ونهارهم ظهرهم عصرهم مغربهم كله شغلوه بذكر الله وقضاء حوائج الناس وجبر الخواطر والكون نور نور. الله الوالد قلت لكم كتابه أدلة الجماعة أدلة السنة والجماعة رد محكم منيع السيد ساشم السيد أحمد رفاع الزناب الشيخ الطريقة رفاع الصوفية كاتب باب إن الله خلق سيدنا خلق الكون من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله خلق الكون إكراما له ونوره وآل بيته وأصحابه. يا رب يا رب يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. يوم راح وانقضى كانت الله يرحمه يدي أم حسين تقول إحنا بعد صلاة المغرب نبكي يقول هاليوم ما يبنى في ذكر الله ما صلينا على النبي عدد كبير تقول ما ركضنا على الدنيا وصخة والعلى عمل مطلوب لكن اليوم خاطرتي نور نور ومزهرية ربانية. يا الله ساعة استجابة الله ينصر أهل غزة وفلسطين ويشاف المرضى ويرحم الموتى وسهل الأمور. يا الله يا الله يا الله ساعة من ساعاتك فرج علي بلي درج. يا الله نور نور يا الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور.